الرعاية الذاتية أولوية أساسية للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية. حلم المليون شجرة يراود شاباً بمحافظة دهوك العراقية لمواجهة التصحر. ألعاب الفيديو من قفص الاتهام إلى الفضل بتنامي ذكاء الأطفال. برنامج اليوم مع رغد إبراهيم وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رغدة. صباح النور عليك باسل. خلينا نبدا حلقه اليوم بخبر رياضي عربي وحلو. ايجابي جدا جميل جدا، لانه من جديد بيؤكد الرياضيون اللبنانيون انهم لا يقف شيء ابدا امامهم، لا الصعاب ولا التحديات ولا الظروف الصعبه حتى التي تمر بها البلاد، وانهم باستمرار يصنعون من الازمات انجازات، واخر هذه الانجازات ان عانق منتخب لبنان لكرة السلة المجد من جديد عبر إنجاز إضافي حققه بفوزه على نظيره الأردني بنتيجة 86-85، وهذا في نصف نهائي بطولة آسيا لكرة السلة التي تقام حاليا في إندونيسيا. وسيلعب منتخب الأرز نهائي البطولة القارية ضد منتخب أستراليا الذي تخطى منتخب نيوزيلندا في نصف النهائي الآخر، بينما هناك فرصة للصقور النشامى كذلك أن يحققوا المركز الثالث حين يواجهون نيوزيلندا. وطبعا وكما هو متوقع انهالت ردود الفعل المهنئة للمنتخب اللبناني على ما قدمه في هذه البطولة، بالرغم كما قلنا من كل الأزمات التي تواجه جميع المؤسسات الحقيقة في البلاد بما فيها طبعا المؤسسات الرياضية، إلا أن الرياضة اللبنانية كما نرى نجحت من جديد في رسم الفرحة والأمل على وجوه اللبنانيين. طبعا المهمة بس مش هتكون سهلة أكيد مساء الأحد. المنتخب الأسترالي يحتل هنا الترتيب الثالث عالميا، لكن نأمل أكيد أن يكمل رجال الأرز البطولة الاستثنائية ويعود حاملين اللقب. بالتأكيد كل التوفيق للمنتخب الأردني في مباراتهم اليوم أمام نيوزيلندا لتحديد المركز الثالث. مشاهدينا، في بداية حلقة اليوم سنتحدث عن فكرة قد تبدو بديهية نوعا ما ومهمة لكل شخص على قيد الحياة، ولكن للأسف قد لا يعلم الكثيرون ما تنضوي عليه هذه الفكرة. سنتحدث عن مصطلح الرعاية الذاتية. يعني المصطلح في حد ذاته يبدو معناه مباشر نوعا ما، وهو أن تعتني بنفسك، ولكن هذا المصطلح ربما يمتلك العديد من الجوانب التي لا تقتصر فقط على الاهتمام بصحتنا الجسدية، إنما يشمل أيضا الاعتناء بالصحة النفسية. نعم باسل، الرعاية الذاتية كذلك هي النشاط الذي نقوم به ويلبي احتياجاتنا الأساسية اليومية، على سبيل المثال تناول الطعام، الاستحمام، ارتداء ملابس نظيفة وغسل الأسنان، الأمور البديهية هذه زي ما قلنا في الأول، والاعتناء بالأمور الطبية كذلك مش بس هذا. صحيح، يعني هي باختصار تقريبا أي نشاط نقوم به من شأنه الحفاظ أو الاعتناء بالجسد أو حتى النفسية، نشاط يشعرنا بالانتعاش بالتجديد، من الممكن في بعض الأحيان أن يخرجنا من دائرة الروتين وأن يحقق لنا نوع من الرضا الذاتي. هذا النشاط طبعا بطبيعة الحال يختلف من شخص لآخر على حسب اهتماماته. نعم، من هنا كذلك يروج اليوم العالمي للرعاية الذاتية، واللي صادف يوم 24 من يوليو من كل عام كأساس حيوي للصحة الجسدية العقلية العاطفية وكذلك الروحية، وهو يوم لحث الأشخاص في جميع أنحاء العالم على إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية وجعلها جزء من نمط حياتهم. لو أمكن أن نسلط الضوء على بعض الجهود التي تحاول يعني تعزيز هذه الفكرة، فكرة الاعتناء بالنفس، في لبنان مثلا اليوم تقام ورش عمل عن العناية بالنفس تعزز قدرة الشخص على مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد بشكل عام، والهدف في النهاية هو المحافظة على الصحة الجسدية والعقلية بغض النظر عن حجم وكم هذه التحديات والمشاكل. تعالوا نتابع. ف
فرح ناشطة نسوية ريفية خضعت للعلاج النفسي على مدى سنة ونصف، تقول إنها كانت تصاب بنوبات غضب وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرارها باعتماد الرعاية الذاتية حتى بات الأمر نظام حياة تتبعه بشكل وفر لها الكثير من الراحة النفسية. في بعض الأشخاص اللي بدايرتي الصغيرة واللي بعتبرها آمنة كنت عم بشدد أني يكون عم بتواصل معهم لأنه تواصلي معهم كان جيد، وجود الأطفال لو ما كانوا أولادي، أنا مش أم، بس وجود الأطفال كان مساعد، لأنه شعور التعافي هو شعور الحرية، هو شعور النجاة، هو شعور أصلاً الطاقة أنه أنا منيحة فأنا فيني أثر على كتير أشخاص أنهم يكونوا منيح. يقول خبراء نفسانيون إن تحديات الحياة اليومية وتراكم الضغوطات على اختلافها يحتم على كل شخص الاهتمام بنفسه جسدياً من خلال نظام طعام صحي وقسط من الراحة. أما الرعاية النفسية فتعتبر الأهم، إذ تعتمد على تدريب الذات على التفكير الإيجابي، ويقترن الأمر مع إحاطة عائلية. نحن منحيا من خلال علاقاتنا ومن خلال محبة الناس لنا ومحبتنا للناس، وآخر دراسات أظهرت أنه حتى تتحافظي بالشيخوخة على قدراتك العقلية، كل ما كنت محاطة بأشخاص وعم تتفاعلي مع أشخاص كل ما أنت قادرة تحافظي على قدراتك العقلية ضمن الشيخوخة. فأنه نكون محاطين بأشخاص منحبهم بحبونا، لو تخنقنا معهم ما بيأثر، هيدا الشيء بيعطينا إمكانية أنه نرتاح نفسيا. يرزح معظم اللبنانيين اليوم تحت وطأة أعباء الأزمات المتعددة الأوجه، من اقتصادية إلى مالية وغيرها، ما يحول دون إيلاء معظم اللبنانيين الاهتمام اللازم للرعاية الذاتية. هلا الأزمات ما لازم تأثر، والواحد لازم يضل يهتم بحاله من جوا ولا برا. هلا جوا عايمين يعني نفسيا، يعني يعمل سواء كان سبار، يمكن يعمل شوي يوغا، يمكن يعمل شوي هيدا اللي هو التأمل بينه وبين حاله وبين الظروف ليطلع من هالأمور. تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نسبة الإصابة بالاكتئاب تعتبر من أعلى نسب الإصابة بين الأمراض النفسية، وأنه حتى عام 2025 ستزداد الحاجة للصحة النفسية بشكل كبير. يرى خبراء أن الرعاية الذاتية هي نظام حياة يختاره كل امرئ حسب الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها. قد يقول البعض إنها رفاهية، ويقول البعض الآخر إنها حاجة ملحة للتخلص من الأعباء اليومية المتراكمة. سحر أرناؤوت، الحرة، بيروت. يعني ما تابعناه الآن ربما هو جانب أو جزء من الجهود التي تبذل في لبنان من أجل الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية. دعونا ننتقل إلى مثال عربي آخر هنا، إلى المغرب. والمغرب ربما واحد من الدول التي تعقد شراكات إقليمية ودولية للتحسيس بأهمية تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والأبناء. نعم، في هذا الإطار تعتبر الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تعتبر من المؤسسات المدنية التي تنشط منذ 50 سنة في مجال التثقيف الجنسي والإنجاب. هدفها الأساسي هو نشر قيم التربية الجنسية وكذلك دعم القدرات الذاتية للشرائح المستهدفة من أجل الحفاظ على الصحة. نتابع. وفق برنامج محدد تحضر كوثر ورشة تكوينية في مجال تقوية الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والأمل يحتوها في نشر ثقافة تنظيم الأسرة. جميع الأسر خاصة تكون بدراية على هذه الفورماسيو هذه اللي كتكون أنه يتعرفوا على مجموعة من المعلومات اللي كتخص بمجال هذه الصحة الإنجابية الجنسية. هنا في هذه الورشة التابعة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة يسعى المؤطرون إلى توعية الرجال والنساء بأهمية الرعاية الذاتية للصحة الجنسية والإنجابية عبر تبني خطة عمل تستهدف معظم شرائح المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة. عندنا القطب أو الجناح الصحة الجنسية والإنجابية التي تقوم بعدة خدمات. وصلنا دابا بهذا التحسيس اللي كنديروا به اليومي، نقدروا نقولوا اليومي، الى يعني اكثر من 80%
للتحسيس الشباب وتحسيس يعني النساء يعني أهمية الرعاية الصحية في يعني الحماية الاجتماعية وفي يعني التربية الجنسية. وحسب المشرفين على الجمعية فإن غايتهم تتجسد في تحسين صحة المرأة على وجه الخصوص ومراقبتها بشكل ذاتي ودائم، وتنظيم المجتمع على ضوء شراكات إقليمية ودولية تتوخى إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات العائلية ذات الصلة بالتخطيط العائلي. كانت وجدوا في 27 مركز اللي موجودة على الصعيد الوطني وخاصة الجهات الكبرى للمملكة. هاد المراكز تعمل على تقديم هاد الرعاية الذاتية بالنسبة لجميع الفئات وخاصة كما قلنا الطفل والأم. الجمعية المغربية تنتمي إلى ما يسمى بالفيدرالية الدولية لتنظيم الأسرة، المقر ديالها موجود في لندن، وهي فيدرالية كتجمع جميع الدول اللي منخرطة في هذا الائتلاف اللي يعمل على تحقيق الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية. وحسب الأرقام التي نشرتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة فإن أكثر من 140 ألف فرد نساء ورجالا وشبابا انخرطوا طوعا لممارسة حقهم في الرعاية الذاتية للصحة الجنسية والإنجابية وتوسيع نطاق التثقيف الجنسي لديهم. يعتبر المغرب رابع دولة عربية من حيث الاكتظاظ السكاني، ولتحديد النسل وتنظيم الأسرة اعتمدت الدولة بمساعدة الجمعيات المدنية استراتيجية تتوخى الرعاية الذاتية الصحية والجنسية كحق من حقوق الفرد باعتراف الأمم المتحدة. عبد الحي البقالي، الحرة، الرباط. بعدما تابعنا في المغرب كذلك أمور أخرى تشملها الرعاية الذاتية، نتابع معكم الآن أهم ما تشمله الرعاية الذاتية حسب National Day Calendar. نتابع. الرعاية الذاتية تنضم لنا الاستشارية الاجتماعية ليندا حمادة. ليندا، صباح الخير عليك. البعض يقول الرعاية الذاتية هي رفاهية، كيف تعرفي ليندا أنت الرعاية الذاتية وماذا تشمل كذلك؟ صباح الخير، كيفكم؟ أنتوا حكيتوا اليوم معي بأهم موضوع أنا دائما بنبه عليه، لأنه تعريف الرعاية الذاتية عندي هو قمة الإدراك والوعي أنه نحن جسمنا وروحنا ونفسنا هي الوعاء أو الجهاز اللي نحن لازم نصونه ونهتم فيه بشكل يومي لحتى يقدر يكمل معانا للآخر. فأهمية الرعاية الذاتية عندي ما فيها أي جدل أنه هي تكون مو أولوية أولى بحياة الفرد. طيب، وحتى يعني وإن كنا ندرك يعني وإحنا بنتكلم في الحوار دلوقتي إن هي أولوية، إلى أي مدى يعني ننسى هذه الفكرة وننسى أن نعتني بنفسنا؟ إلى أي مدى باتت الحياة المعيشية الضاغطة ولو بنسب متفاوتة أيضا بتمنع إمكانية تطبيق هذا المفهوم، مفهوم الرعاية الذاتية؟ أنا بقول إنه قد ما كانت ضغوطات الحياة قوية ما في شيء بيمنعنا من الرعاية الذاتية والنفسية والروحية إلا عدم إدراكنا بأهميتها. فنحن لما بنكون مدركين لأهمية هذا الشيء فينا بكل هاي الضغوطات أنه نهتم بوحدة منهم إن كان جسديا أو نفسيا أو روحيا. فإذا ما اهتمينا بولا وحدة منهم معناتها نحن ما رح نقدر نكمل. نعم. سيدة ليندا، شن هي النصائح اللي ممكن تعطيها للناس حتى تقدر تتجاوز ربما هذه الضغوطات وتحافظ على نفسيتها وعلى صحتها بالرعاية الذاتية؟
نحن دائما لما بنطلع بالطياره اول شيء بيقولوا لك يا اذا راح الاكسجين حطي الماسك وبعدين بتحطيه للي جنبك. فاذا نحن اول نصيحه لي انه تكون الرعايه الذاتيه الجسد هي ثلاث انواع، عندنا الجسديه والروحيه والنفسيه. اذا بدنا نحكي بموضوع الجسد فنحن فينا نغذيه ونعمل رياضه ونهتم فيه، نهتم فيه طبيا، حتى لو كنا بيقولوا لك في ناس نحن مضغوطين نحن فقراء، فيك تهتم بالغذاء تبعك، فيك تهتم بالحركه. نفسيا عندنا سؤال جدا مهم نسأله لحالنا كل يوم ونقول كيف حالك اليوم؟ هل أنت منيح ولا لا؟ قديش أنت تعبان نفسيا؟ شو الشغلات اللي فيك تصلحها أو فيك مثل تحللها لحتى تعرف أنه تحصل على نتائج أفضل؟ إذا أنا ما زبطت نفسيتي من جوا وزبطت جسدي وروحي، علاقتي الروحية برب العالمين، بإيماني، بقدراتي على استيعاب مواقف الحياة الصعبة، بس اهتم بهدول الثلاث أشياء وتكون أولويتي صباحا أني أسأل نفسي وسط هذه الضغوطات كم أنا جيد في هذه الحياة، فأكيد رح أقدر استمر أكثر، رح أقدر أكون إيجابي وساعد غيري. مثل ما بيقولونا بالطيارة حطوا الماسك بعدين ساعدوا الآخرين لحتى تقدروا تقدموا لهم، لحتى جسدكم يقدر يقدم لكم كمان. طيب هل يكفي أن نبدأ باتباع النصائح البسيطة التي ربما رأيناها على الشاشة منذ قليل؟ رأينا أن تخضع مثلا لجلسات تدليك، لجلسات استرخاء، لقراءة كتاب، استماع للموسيقى، أشياء كلها بسيطة، هل يكفي هذا الشيء أم أننا اليوم يعني بتنا بحاجة لورش عمل أو جلسات استشارية كما رأينا في التقارير السابقة تعيد ترتيب الذات والأولوية، أولوية الرعاية، الرعاية الذاتية بالتحديد؟ أكيد لا. هذا الترف اللي أنت عم تحكي عنه هذا موجود بالبلاد الغنية المرتاحة. نحن عنا بلاد حتى في مراحل ما فيها كهرباء، ما فيها مي، ما فيها حالة نفسية جيدة لكل الناس اللي موجودين فيها. فلا يكفي أبدا أنه نعمل جلسات تدليك وهيك قصص. في عنا ثلاث طرق، يا أما بدنا أول مستشار اللي نحن رح نستشاره عن حالتنا هو نفسنا، ولما منلاقي حالنا مو قادرين في ناس قادرة ماديا أنه تروح على استشاري نفسي ولا تروح على كوتش موجود أو ورشات عمل تساعدها، وفي ناس ما معها هالترف هاد وهالمصاري. فأنا بنصح عنا اليوتيوب مليان بكل البرامج أو النصائح اللي ممكن تساعدنا. طالما أنا موجود في هذه الحياة وأنا I need help، أحتاج إلى هذه المساعدة كي أكون بأحد هدول الثلاث جزئيات جيد، إن كان رياضة ولا طبيا ولا نفسيا، فيني أفتح اليوتيوب أسمع أكثر، شوف برامج مع مختصين ممكن تساعدني أني أتخطى الحزن، أتخطى المشاكل اللي أنا فيها. صديق ممكن أحيانا فنجان قهوة مع صديق إيجابي أو ممكن يساعدك يلاقي لك طرق بسيطة لتطلع من العركة اللي أنت فيها، هذا اسمه كله تحت الرعاية الذاتية. فإذا بدوت أصغر سنا شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك معناتها أنت جمالك الداخلي طغى على كل قسوة هذه الحياة. طيب اللي زي ما قلتي مش كل الناس تقدر تمشي يعني تقوم بتدليك أو ممكن حتى تتفرج على اليوتيوب. الآن في ناس كثار مقطوع عليها الكهرباء أو حتى الإنترنت أو غيره. شنو تقولي من نصائح عملية لهذا النوع من الناس اللي مش قادرين يوصلوا في هذه الطرق ربما؟ نحن دائما بنقول شغله، الحياه قصيره وضغوط الحياه كثير كثيره. رتب اولوياتك، اذا لم تكن اولوياتك جسدك فعلى الاقل نفسك، واذا ما كانت نفسك على الاقل روحك. نحن الانسان مقسم لثلاث شغلات، روح وجسد ونفس. فاذا نحن ما اهتمينا بالانسان، يعني انا اذا لم اكن مستشار نفسي لنفسي وسألت نفسي هذا السؤال كل يوم، هل انا جيد؟ هل انا محتاج مساعده؟ اذا انا ما اهتميت كيف هذا الجسد أو هاي الروح أو هاي النفسية رح تخدمني للآخر؟ كيف فيني ساعد اللي تحتي؟ كيف فيني أبذل عمل؟ أنا برأيي أنه الرعاية النفسية والجسدية والذاتية اللي نحن بنعملها لنفسنا هي من أهم الأولويات حتى قبل تأمين الحياة. يعني أي حدا هلأ مارق بضغوطات اسمعوا هذا الكلام، إذا أنت لم تهتم بنفسك لن تستمر.
صحيح، يعني هي تعتبر أهم حاجة. طيب ليندا، يعني سؤال أخير، لو في حد بيتفرج علينا دلوقتي شاف هذا اللقاء ومع ذلك مش عارف فين بداية الطريق، إيه أول خطوة بتنصحين هو يعملها فورا اليوم بعد انتهاء هذا اللقاء؟ أول شغلة يسأل نفسه كيف حالي اليوم، ماذا أحتاج مساعدة، وين نقاط الضعف عندي، وفورا يتجه عنده ثلاث شغلات، يا أما صديق ودائرة مقربة، يا أما استشاري نفسي، يا أما يشوف بالبلد اللي هو فيها إذا فيه أي ورش عمل لتحسين أداء الذات وأداء نحن في ناس أحيانا في سخرية أحيانا بتقول إنه شو تنمية بشرية وكذا، ولا حدا بالحياة مو محتاج لمعلم قبله أو لحدا عنده إدراك ووعي تام قبله أنه هو يدله على الطريق بحيث أنه على القليل يرتب مشاكله ويعرف أنه واحدة رح يحلها بالأول. فأنا برأيي لا تتركوا حالكم، ما تتركوا حالكم حتى بدون هذا السؤال والتشيك إن. أنا I want to check in myself، يعني بسأل حالي دائما هل أنا جيد وقديش نسبة الجودة اللي أنا عم أقدمها، وفيني أخذ دائما بنصائح واستشارة وتغيير المكان أحيانا، أني أقعد بمكان في رواء نفسي، أعمل يوغا، ألعب رياضة، ساعد نفسي قبل ما يساعدني الآخرين. نهاية، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه النصائح الغالية الاستشارية الاجتماعية ليندا حمادي، شكرا جزيلا لك. بعد قليل مشاهدينا، حلم المليون شجرة يراود شابا بمحافظة دهوك العراقية لمواجهة التصحر، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. مشكلة تمدد المناطق الصحراوية للمراعي والغابات تمثل مشكلة حقيقية الآن في العديد من الدول العربية، كذا لا سيما طبعا في ظل تراجع منسوب المياه السطحية في العديد منها. هذا اللي دفع الكثير من الأهالي إنهم يبحثوا عن حلول فردية لمواجهة هذا المد. بالفعل يا رغدة، اليوم في إقليم كردستان بالتحديد في شمال العراق أخذ أحد المزارعين على عاتقه إعادة تشجير بعض المناطق المحيطة بقريته على أمل مواجهة اجتياح رمال الصحراء، خاصة وأن الأشجار التي نتحدث عنها هنا هي أشجار البلوط والتي لا تحتاج للكثير من المياه. نعم، هي مبادرة فردية من هكار اسكندر. هكار اسكندر اللي زرع إلى الآن حوالي 20,000 شجرة. يطمح مازال هكار أن يرتفع هذا العدد إلى مليون شجرة على أمل إعادة إحياء الغطاء النباتي والمراعي للمنطقة. نتابع المزيد مشاهدينا حول هذا في سياق هذا التقرير، نتابع. في ظل أزمة جفاف وتصحر تتنامى بشكل مضطرد، قرر هاكار مواصلة العمل لتحقيق حلم الطفولة بزراعة مليون شجرة خلال السنوات المقبلة. يتحدث هاكار عن حلمه الذي بدأ بتنفيذه قبل سنوات ونجح بزراعة 20,000 شجرة بلوط في مساحات متفرقة قرب قرية كورا التابعة إلى محافظة دهوك حيث يسكن وعائلته. كنت أحلم منذ الصغر بزراعة مليون شجرة. عملت على تحقيق حلمي من خلال حملة أطلقتها قبل سنوات، وقمت بزراعة 20,000 شجرة حتى الآن، وأيضا لدي حملة لزراعة 100,000 شجرة في الشتاء القادم. ويواجه هاكر الذي يعمل في إحدى المؤسسات الأمنية العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام مشروعه، وقد اعتاد على تجاوز تلك التحديات بدعم ومساعدة عائلته الصغيرة التي تشاركه العمل من أجل بلوغ هدفه المنشود. نحن نساعد هاكار في حملته ومن أجل تحقيق حلمه، لأن حملته هي جيدة وآثارها إيجابية، وأيضا تساعد على تحسن البيئة، لذلك لن نندم على أي أموال ننفقها في هذه الحملة. وجاءت جهود هاكار في وقت كشفت فيه وزارة الزراعة عن حاجة العراق لإنبات أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يحد من انتشار ظاهرة التصحر ومواجهة العواصف الترابية التي تضرب البلد بين حين وآخر، ما يتسبب بحالات اختناق بلغت الآلاف. رغم المصاعب التي تواجهه في مشروعه الضخم، فإن أملا كبيرا يحدو هاكار لإكمال حلمه في زراعة مليون شجرة على سفوح هذه الجبال بجهوده الذاتية ومساعدة عائلته فقط. حيدر الجابر، الحرة،
محافظة دهوك. دعونا نلقي نظرة مشاهدين على بعض الأرقام والحقائق حول حرائق الغابات وفق وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق، حيث حذرت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان من أن 98% من الغابات والمراعي هي معرضة لخطر الحرائق. تفيد كذلك إحصائيات الوزارة في كردستان بأن 56% من غابات ومراعي محافظة السليمانية قد تعرضت لحرائق خلال السنوات الأخيرة. تضيف كذلك الإحصائيات أن النسبة الكبرى من الحرائق تذهب من نصيب محافظة حلبجة ذات الطبيعة الجبلية، وتتواجد أشجار الصنوبر والبلوط بشكل طبيعي في إقليم كردستان العراق، ويصل عمر بعض الأشجار فيها إلى مئات السنين. دعينا نفصل أكثر في هذا الموضوع، ولذلك انضم إلينا الآن من بغداد الخبير البيئي الدكتور علي اللامي. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور علي. يعني في البداية نتحدث عن حلم المليون شجرة، في رأيك الشخصي ما أهمية هذا المشروع أو غيره من المشاريع والمبادرات في وقف مد التصحر، وإلى أين أيضا وصلت عملية التشجير اليوم؟ صباح الخير. في الواقع مبادرة الأخ في إقليم كردستان مبادرة مهمة جدا، وهي تندرج ضمن المبادرات الفردية أو المجتمعية، وهي كثيرة هذه الأيام، خاصة بعد زيادة الوعي بأهمية التشجير، ولربما يعني رغم شدة سلبية وأضرار العواصف الترابية على البلد، إلا أنها من جانب آخر أيضا رفعت الوعي لدى المجتمع لدى الحكومة بأهمية العناية بالبيئة والتشجير. لذلك انطلقت حقيقة سابقا قبل موضوع يعني شدة العواصف، والآن بشكل أكبر كثير من حملات التشجير سواء على المستوى الفردي أو على المستوى منظمات المجتمع المدني، وهذه حقيقة مهمة جدا. اليوم أحد وسائل مكافحة التصحر ولربما أيضا العواصف الترابية وحتى التلوث هو زيادة مساحات التشجير. وضروري هنا أن نفرق حقيقة ما بين أنواع التشجير، عندنا التشجير الحضري داخل المدن، وأيضا عندنا التشجير اللي هو خارج المدن. فلذلك لكل منطقة حقيقة خصوصية في عملية التشجير. الأشجار الأخ اللي حاليا يستهدف مليون شجرة حقيقة كشخص واحد يستهدف مليون، هو رقم كبير يحتاج أيضا أن يعني يتم دعمه من قبل مؤسسات ومنظمات مجتمعية وحتى الحكومة. نعم. على ذكر هذا الآن، زراعة مليون شجرة هو أكيد أمر كبير وما يقدرش ممكن شخص واحد يعمله لوحده. هل معظم عمليات التشجير الآن تتم بجهود فردية هنا، وهل هذا الحلم كذلك يمكن تحقيقه؟ الحقيقة أكو جهدين في هذا الموضوع، أكو جهد حكومي اللي هو البلديات وأمانة بغداد، وهذه معنية بشكل أساس بالتشجير داخل المدن، تشجير الجزرات، تشجير مساحات خضراء متنزهات حول الطرق حول سكك الحديد إلى غيره، وأيضا جهد حكومي من خلال وزارة الزراعة ووزارة البيئة فيما يتعلق بمكافحة التصحر، وأيضا الأغلب الآن السائد الجهد المجتمعي، منظمات غير حكومية حقيقة، أكثر من مبادرة موجودة الآن عندنا في زراعة مليون شجرة، سواء المبادرة اللي طرحتها حضراتكم في التقرير، وأيضا عندنا أحدى المبادرات التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مجموعة أيضا من المصارف والمؤسسات الحكومية، وكذلك أدت منظمات حقيقة أطلقت هكذا مبادرات، ولكن بالنتيجة يعني يحتاج أيضا تأطير هذه المبادرات. التشجير هو علم حقيقة قائم بذاته، يجب أن ننتبه يعني أنه
لكل منطقة نوع مناسب للأشجار. أيضا موضوع التنوع في الزراعة، يعني عدم التركيز على نوع واحد، طريقة الري، طريقة الاستدامة. أكثر مشكلة نواجهها حاليا بالإضافة إلى ما ذكره تقريركم بخصوص الحرائق هي عملية الاستدامة ما بعد التشجير، يعني إدارة الموضوع. دائما ما يحصل أنه تصير يعني مثل نسميها احنا بلهجتنا هبة، تصير فزعة للتشجير، ولكن كثير للأسف لا يفكر في مراحل ما بعد التشجير، وهي هذه المهمة، يعني مرحلة الإرواء المستدام، مرحلة العناية المستدامة. الشجرة كائن حي، يعني تحتاج بالنتيجة إلى رعاية وإدارة ما بعد الزراعة. هذا حقيقة يتطلب أنه نقف عنده ونضع يعني أساليب إدارة أن تضمن يعني جهد كثير وأموال كثيرة تصرف في الزراعة، ولاحقا تشوف مشروع مثلا حزام أخضر حول محافظة أقيمة وصرفت عليه ملايين، وبالنتيجة يعني ماتت الأشجار. طيب دكتور علي، يعني أنت مررت الآن مرور الكرام عند فكرة الحرائق وعامل الحرائق، حدثنا أكثر بالتفصيل عن هذا العدو الأول للغابات والمراعي والعامل الأساسي في انتشار التصحر وكيفية إيقافه أو الحد منه. هل هناك وسائل معينة لربما نوعا ما الحد من انتشار هذه الحرائق التي تساعد على التصحر؟ لو تسمح لي أفصل بهذا الموضوع. هذا يعني مثل ما ذكرت حضرتكم من العوامل الرئيسية اليوم أو المشاكل والتحديات الكبيرة اللي تواجه الغابات سواء في العراق أو خارج العراق، وهي مشكلة عالمية حقيقة. أنواع الحرائق قد يكون بسببين، سبب طبيعي وأسباب بشرية. الأسباب الطبيعية مثل الرعد، مثل أحيانا تدحرج صخور وأثناء تدحرجها بسبب عامل الاحتكاك أو ثورة بركان، يعني تعددت العوامل الطبيعية في إشعال الحرائق. وكذلك أيضا العوامل البشرية، للأسف الإهمال، على سبيل المثال السفرة تقوم بعض العوائل وتقوم بالشواء وتترك الجمر وغيرها، أو رمي أعقاب السكائر في مناطق جافة. ولا ننسى أنه أيضا في ظروف الجفاف التي نواجهها حاليا تكثر الحرائق أكثر، يعني طبيعة النبات، طبيعة التربة الجافة تكون مهيئة للحريق أكثر من المناطق الرطبة. كل هذه العوامل حقيقة تساعد على أنه تزداد رقعة الحرائق. والأهم من ذلك كله أنه للأسف في كثير من البلدان لا يتم العناية، يعني يجب أن تخضع هذه المناطق والمساحات الخضراء للمراقبة المستمرة. يجب أيضا تحضير فرق مكافحة حرائق. يوم توجد دول حقيقة ليس لديها فرق متخصصة لمكافحة الحرائق، على سبيل المثال، يعني أيضا هذا يختلف بين الدول المتقدمة والدول النامية. أنا قرأت في أحد التقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص ميزانية بحدود 10 مليار دولار سنويا لموضوع الحرائق، من حيث تهيئة الفرق، تهيئة الآليات، تهيئة وسائل المراقبة، في حين جارتها في المكسيك تخصص 50 مليون دولار. صحيح. وفي حين أيضا في مناطق أخرى في دول العالم النامي لا توجد حتى هكذا. صحيح. وهذا يرجع يعود ربما لأسباب كثيرة، منها يعني العوامل الاقتصادية ربما لا تمكن الحكومات من تخصيص ميزانيات أكبر، ولكنها يعني ربما هذا الموضوع يستحق دراسة أكبر كما ذكرت الآن حتى يكون هناك استعداد أفضل لما هو آتي في المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الخبير البيئي دكتور علي اللامي، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، بحديثنا عن البيئة يتزايد أيضا هذه الأيام الاهتمام ببرامج نشر التوعية بالقضايا البيئية والتأثيرات السلبية أيضا لتغير المناخ. وفي مصر بالتحديد تنظم هيئة معنية بالبيئة ماراثون للأفلام الوثائقية لمدة شهر كامل، يعرض فيه عدد من الأفلام التي تركز على قضايا البيئة، ومنها الإفراط في استعمال البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. هل تعد عملية إعادة التدوير حلاً ناجحاً للتخلص من ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية التي ينتجها العالم؟ سؤال يحاول هذا الفيلم الوثائقي الإجابة عليه، والذي يعرض أمام جمهور عام ضمن فعالية ماراثون الأفلام الوثائقية البيئية. حقيقة الأفلام الوثائقية دي مهمة جدا إنها تبقى موجودة في المجتمع، لأن إحنا عندنا مشكلة زيادة الاستهلاك قبل ما يبقى فيه مشكلة إعادة التدوير. ده بتعرفني أكتر عن بيدور حواليا في العالم، إذا كان أقدر أنا أقلل من استهلاك أو أكتر من استهلاكي في المنتجات. 4 أفلام تعرض على مدار شهر تشرف عليها منظمة بانلاستيك والمبادرة المصرية الدنماركية للحوار، وتهدف إلى رفع الوعي لدى الجمهور عن طريق إثارة عدد من القضايا البيئية. هي وسيلة لطيفة وناس كتير بتحبها ان هي تتفرج على فيلم او تاخد معلومة من فيديو يعني او كده، او بالذات فيلم وثائقي، وفي نفس الوقت هو بيخدم الكوز او الفكرة اللي احنا شغالين عليها بالتحديد، الا وهي فكرة سوء ادارة المخلفات نقدر نعتبرها، او التلوث البلاستيكي نقدر نسميها بكذا اسم يعني. احنا بنشوف ان احنا نقدر ندمج الاثنين دول، ان يبقى فيه عرض وفي نفس الوقت يبقى فيه متحدثين، لا ده بيضيف للموضوع يقدر يرفع نشر او يقدر ينشر الوعي للحاضرين بطريقه كبيره جدا. منذ الاعلان عن استضافه مصر لقمه المناخ COP27 تنشط الفعاليات المرتبطه بالبيئه ونشر الوعي بشكل كبير، وعلى الرغم من ان مصر من اقل الدول انتاجا للانبعاثات الكربونيه، الا ان تاثير التغيرات المناخيه يظهر بشكل واضح على اصعده مختلفة. ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراته السلبية على جودة المحاصيل وتقلص المساحات المزروعة وارتفاع منسوب مياه البحار هي أبرز القضايا التي تواجهها مصر، والتي تستدعي التزاما لمواجهة أثارها والتكيف مع أضرارها. مشاريع الميتيجيشن بتبقى اتراكتيف جدا للدولة، لان هي مشاريع استثمارية، انا بحط جنيه في الطاقة المتجددة بيرجع لي جنيه وربع او whatever، تمام يعني. مشاريع التكيف او الادابتيشن مش شرط تبقى جاذبه للاستثمارات، ولكن هي مهمه لحمايه الاستثمارات، فلازم يبقى فيه يعني ايه ان احنا دايما نعمل ميتيجيشن وادابتيشن مع بعض. تقرير الإبلاغ الممول من مرفق البيئة العالمي الخاص بمصر والصادر مؤخرا توقع فقدان 1% من مساحة مصر في الدلتا والساحل الشمالي وشمال سيناء بحلول عام 2100، وطلبت مصر في التقرير تمويلا من المجتمع الدولي بقيمة 246 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية. أحمد حسين، الحرة، القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفتح الآن موضوع آخر، وموضوعنا هو عن ألعاب الفيديو. ربما المتوقع عادة أنه بمجرد أن نذكر ألعاب الفيديو أننا سنبحث في الجوانب السلبية الخاصة بهذا الموضوع، ومنها طبعا التأثيرات المرتبطة بالعنف والعصبية لدى الأطفال، والمشاكل الصحية المتعلقة بالنظر وتشتيت الدماغ وإضعاف القدرة على التركيز وما إلى ذلك. ولكن ألا يوجد لألعاب الفيديو أي إيجابيات تذكر؟ سؤال مهم أعتقد. يعني أنت في سلبيات عديدة الآن ذكرتها، بس نقدر نشوف أنه في إيجابيات، لأنه أنا شخصياً نحب ألعاب نحب الفيديو جيمز بشكل عام. فممكن وأنا كمان على فكرة. وأنا كمان أنا معاكي في الموضوع. طب كويس، يعني إحنا الاثنين نشوفها ممكن. في أكيد أكثر مننا إحنا الاثنين فيها نواحي إيجابية أكيد. في الواقع يعني حتى نحكو بشكل علمي أكثر، ربما دراسة جديدة نشرتها مجلة Scientific Reports نشرت أمر غير متوقع، حيث أفاد الباحثون أن ذكاء الأطفال يعزز نتيجة للعب ساعات طويلة بألعاب الفيديو.
حتى نتحدث علميا عن الموضوع، دعونا نلقي نظرة على تفاصيل الدراسة الجديدة التي أطلقها باحثون في معهد كارولينسكا في السويد، حيث أجرى الباحثون اختبارات نفسية على أكثر من 5000 طفل في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما لقياس قدراتهم المعرفية العامة. حدد في البداية الباحثون مؤشر ذكاء من 5 مهام، 2 حول فهم القراءة والمفردات، و1 عن الانتباه والوظيفة التنفيذية، و1 لتقييم المعالجة البصرية المكانية، والأخيرة حول القدرة على التعلم. كما سئل الأطفال وأولياء أمورهم عن مقدار الوقت الذي يقضيه الصغار في مشاهدة التلفزيون ومقاطع الفيديو، وأيضا وتحديدا لعب ألعاب الفيديو، كما أيضا التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد 2 طالب الباحثون بإعادة الاختبارات النفسية على الأطفال لمعرفة قدر اختلاف أداء الأطفال عن الاختبار الأول. أظهرت النتائج في النهاية أن أولئك الذين لعبوا ألعابا أكثر من المتوسط زاد معدل ذكائهم بنحو 2.5 نقطة أكثر من المتوسط بين القياسين. وفي المقابل لم ترصد الدراسة أي تأثير إيجابي أو حتى سلبي لمشاهدة التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي. يعني دراسة مثيرة للاهتمام حقيقة، بس لو تشجع أكثر حتى للانخراط في عالم ألعاب الفيديو، أو على الأقل تقلل من المخاوف حول تأثيراتها السلبية، خصوصا وأن الألعاب الإلكترونية تجذب الكثير من الفئات العمرية هذه الأيام، مع ما تشهده هذه الألعاب من تطور تقني، دخول الأنظمة التفاعلية كذلك في تنفيذها وصناعتها، وكذلك تبقى الرقابة على نوع الألعاب والوقت المخصص لها، هي طبعا مهمة من أهم توصيات المختصين. سنتعرف الآن على تجربة الطفل الجزائري إرسان وعائلته مع ألعاب الفيديو. إرسان يقضي ما يقارب 5 ساعات يوميا في لعب البلاي ستيشن. كيف إذن هي حياته مع هذه العادة اليومية؟ دعونا نرى. يخصص جزءا كبيرا من يومه لألعاب الفيديو التي تستهوي إرسان ومثله الكثير في الجزائر. 5 ساعات التي يقضيها إرسان مع الألعاب الإلكترونية وإدمانه لها أثارت في فترة من الفترات خوف عائلته، إلى أن اعتماد تقسيم وقته بين اللعب والدراسة حال دون تأثير على مستوى تحصيله الدراسي، فهو غالبا ما يحصد المراتب الأولى. ملي كان في عمري 5 سنين بديت نلعب الفيديو جيمز تاعي، بصح الى وقتنا هذا العلاقه تاعي اللي كنت مكبرها مع الفيديو جيمز كانت قليله شويه. كي كنت صغير كنت نلعب بزاف، بصح كي كبرت دوكا وليت نخصص شويه وقت بزاف، شغل عندي صحابي، عندي في الدار، عندي شويه شغل نديره، القرايه وهذوك العفايس. الفيديو جيمز ماثر كي كنت صغير اثروا عليا شويه سلبيا، شغل بلاي مون وليت مهتم بهم، نخمم نلعب وقتاش باك ندخل الدار باش نلعب، في عاد ما نخمم على النتائج ولا القرايه. بصح دركا تبدلت شويه، سمو كي وليت نخصص وليت نعرف علاقتي خلاص قلت بزاف، سمو وليت نمد شويه حق الدراسه. ويتفق الكثير من المختصين على ان ادمان الالعاب الالكترونيه او العاب الفيديو له حدين، سلبي وايجابي في التاثير على قدرات الاطفال والطلاب، فهذا يعتمد بحسبهم على نوع الالعاب والوقت المخصص لها. لعبه الفيديو جماعيا ينقص من امكانيه التلميذ في تحسين المطالعة واستيعاب الثقافة العامة ب30%، وفي نفس الوقت فيه دراسة أخرى تفيد بأن ألعاب فيديو معينة، يعني الألعاب الفيديو التي لا تكون عنيفة، تساعد التلميذ على تحسين قدراته البصرية والحركية، وتساعده على ممارسة في المستقبل عدة مهن تعتمد عن سرعة النظر. تجذب الألعاب الإلكترونية الكثير من الفئات وخصوصا الأطفال، في ظل ما تشهده تلك الألعاب من إقبال كبير من خلال نظامها التفاعلي والتقنية المتطورة المستخدمة في تنفيذها وصناعتها. بأثارها السلبية والإيجابية تستهوي الألعاب الإلكترونية شريحة واسعة من مختلف الفئات العمرية، لكن الرقابة على نوع الألعاب والوقت المخصص لها تبقى من أهم توصيات المختصين لضمان التحصيل الدراسي الجيد. نريم قداش، الحرة، الجزائر.
ومن عمان تنضم لنا مدربة التوجيه الأسري سوسن حمزة. سيدة سوسن صباح النور عليك. دراسة جديدة اليوم عكس الدراسات السابقة أنه ألعاب الفيديو جيمز تأثر على الأطفال لكن بشكل إيجابي هذه المرة. كيف تأثر ألعاب الفيديو جيمز برأيك على الأطفال؟ هلا بالنسبة لألعاب الفيديو جيمز عندنا تأثير إيجابي زي ما حكوا، في عندنا تأثير سلبي. التأثير الإيجابي هو على الذكاء الذهني، أوكي، على مجموعة من المراكز في الدماغ اللي بينميها وبيحركها ألعاب الفيديو جيمز. منها عندنا الذاكرة، عندنا الرؤية البصرية وتحديد الأماكن في المجال المساحة، التركيز بصير تركيز عالي، التحليل والاستنتاج وكذلك اتخاذ القرار. فالتأثير الإيجابي لألعاب الفيديو جيمز بتكون على الذكاء الذهني. ولكن هنا بدنا نذكر إنه في عنا إحنا نوعين من الذكاء، هو الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. للأسف ألعاب الفيديو جيمز بتأثر عليها بشكل سلبي مقارنة بالذكاء الذهني. طيب أستاذة سوسن، يعني هناك ربما من يرى دراسات مثل التي ذكرناها منذ قليل ويشكك في مصداقيتها، وحتى يصل لدرجة أنه يقول أنها من الممكن أن تكون هذه الدراسات ممولة من شركات ألعاب الفيديو لترويج منتجاتها. ما رأيك في هذا الكلام؟ هلا ممكن، وارد جدا انه تكون هذه الدراسات مموله من خلال الشركات المنتجه لالعاب الفيديو جيمز، بس لا ننكر انه في بعض المعاهد وبعض المخابر العلميه عملت دراسات وعملت يعني عملت دراسه كامله على مع تخطيط دماغي كامل لمجموعه من الاشخاص اللي بيلعبوا الفيديو جيمز ولقوا انه نفس الاثار الايجابيه. ولكن موضوع تحديد الساعات وعدد الساعات هو اللي يعني هنا فيه شوية اختلاف. طيب بالنسبة لك دكتورة سوسن، وكيف شايفة هذا الأمر، أهمية تعرض الطفل لتجارب يحتاج فيها لاتخاذ القرار في ألعاب من هذا النوع كثيرة، في مهمات في الألعاب من هذا النوع، هل تأثر هذه في طريقته في حياته ربما؟ هلا بتأثر من ناحيتين، وفي ناحية يعني والناحيتين كتير مهمين. أول إشي من خلال ألعاب الفيديو جيمز بيكون في عنا الديناميكس تبعت اللعبة بتخلي الواحد باستمرار بحاجة إنه ياخد قرار كيف يتحرك، إمتى يضرب، كيف يعمل. فبالتالي هاي بتساعده على أول إشي لازم يكون في عنده تحليل واستنتاج، لازم يكون في عنده رؤية بصرية كاملة للموضوع، وكمان بيكون في عنده اللي هو الاستراتيجيك بلانينج اللي هو التخطيط الاستراتيجي. توفر هدول الثلاثة مع بعض بيساعدوا على اتخاذ القرار، وبالتالي بيصير عنده موارد اتخاذ القرار معروفة. ولكن في شغلة تانية كتير مهمة في الفيديو جيمز، انه احنا بنعرف الطفل اللي ذكاؤه عادي او الذكي كتير، ولكن يعني دايما معروف عنه انه ذكي، خلينا نقول وراثيا، لو اخفق في واحد من امتحاناته ممكن انه يأثر عليه بشكل سلبي، انه ما بده يعمل الامتحان مره ثانيه، او يصير في عنده رده فعل اتجاه انه رسوب في امتحان او علامه متدنيه في احد الامتحانات. ولكن اللي بيلعبوا الفيديو جيمز اتخاذ القرار بالقيام من الفشل هو عندهم بشكل كثير عالي. فاتخاذ القرار بالتحدي وانه ما يضعف قدام فشله او قدام عدم احرازه للاهداف اللي بده اياها بيكون عنده عالي كثير. فهذا من بيعمل ما نسميه الريزيلينس، اللي هو بيخلي الواحد دائما مثابر وقادر على اتخاذ القرار بالاستمرار. اعتقد دي نقطه مهمه جدا، لانه يعني زي بعد ما يشوف جيم اوفر مكتوب قدامه على الشاشه ان هو يبدا من اول وجديد ويحاول مره اخرى ان هو يصل للهدف. طيب استاذ سوسن، يعني بين حق الطفل في اللعب وبين الايجابيات ايضا التي يكتسبها من مهارات من خلال اللعب، وبين مخاوف تتعلق بالتعلق المرضي او بالادمان لهذه الألعاب، كيف يمكن ضبط هذا الميزان؟
هلا اكيد اهم شيء عامل الوقت، يعني عامل تقسيم الوقت، لانه احنا عمالنا بنحكي عن الذكاء بشكل مستمر، ولكن احنا عم ننكر موضوع الثقافه. يعني قد ايه مهم انه ابننا يكون مثقف، قد ايه مهم انه ابننا يكون مطلع على اشياء ثانيه في الحياه غير الفيرتشوال وورلد، العالم الافتراضي اللي فيه الفيديو جيمز. عشان هيك حتى لو الدراسه قالت انه لمده ساعات طويله، ولكن انا بقول تقسيم الوقت بحيث انه يكون في وقت للدراسه، في وقت للتواصل الاجتماعي، في وقت للثقافة، للتفاعل البيئي مع العالم المحيط فيه، هو أهم شيء. بالإضافة لهيك نعرف أنه عدد الساعات الطويلة من الجلوس أمام الفيديو جيمز عم بتسبب عند الأطفال الأكل المفرط، السمنة، قلة الحركة، وهذا على المدى البعيد أكيد رح يكون له تأثيرات سلبية مثل موضوع السكري وأمراض أخرى. وكمان استعمال الفيديو جيمز في آخر ساعات قبل النوم بتسبب انه العقل بيكون يعني في حال النشطه، فلما يروح الطفل للنوم بيكون انه يدخل العقل في حاله النوم بشكل صحيح ويعطيه النوم الكافي والنوم الصحي بيكون كثير قليل امكانيته عند الاطفال اللي بيلعبوا لحد ساعات متاخره. اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، مدربه التوجيه الاسري سوسن حمزه، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل لنهايه هذه الحلقه من برنامج اليوم، الى اللقاء. طبعا لا تنسوا أنكم تراسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج. والآن وقفة سريعة مع أهم ما جاء في حلقة اليوم. إذا بدنا نحكي بموضوع الجسد، فنحن فينا نغذيه ونعمل رياضة ونهتم فيه، نهتم فيه طبيا، حتى لو كنا بيقولوا لك في ناس نحن مضغوطين، نحن فقراء، فيك تهتم بالغذاء تبعك، فيك تهتم بالحركة. نفسيا عندنا سؤال جدا مهم نسأله لحالنا كل يوم ونقول كيف حالك اليوم؟ هل أنت منيح ولا لا؟ قديش أنت تعبان نفسيا؟ للأسف الإهمال، على سبيل المثال السفرة، تقوم بعض العوائل وتقوم بالشواء وتترك الجمر وغيرها، ورمي أعقاب السكائر في مناطق جافة، ولا ننسى أنه أيضا في ظروف الجفاف الألعاب الفيديو جيمز بيكون في عنا الداينامكس تبعت اللعبة بتخلي الواحد باستمرار بحاجة انه ياخد قرار كيف يتحرك، امتى يضرب، كيف يعمل. فبالتالي هاي بتساعده على اول اشي لازم يكون في عنده تحليل واستنتاج، لازم يكون في عنده رؤية بصرية كاملة للموضوع.